وراكم كيفاش ديروا تخدموا ستاف ديال ام ام اي، الحلقه الاساسيه ديال ام ام اي. غادي نشوف وقفه هي كتشال بس يستمر كنحلو ملي كنحل الباش ليا مثلا هنايا راه اعتبار مثلا جوج. يا كنت انا اليمني قلت، يا كنت انا اليمني توقف باليمني يا الله، اذا كنت انا اليسري كنوقف باليسري يا الله. كي غادي نعرف واش انا اليمني ولا انا اليسري، نعرفها تقريبا بخيط الكتابة اللي تكتب فيها غاية ديالك. كنت كتكتب باليسري انت راك اليسري، كنت كتكتب باليمني انت راك اليمني. دابا انا غادي نحل، غادي نحل طرواكار كتسمى واحد جوج هنايا، اولا على العرض ديال كتافي نرجع العرض كتافي، نرجع العرض ديال كتافي. هانت هنايا الوقفة كنأسسوها في القتال الواقف على أشمل رياضة في القتال الواقف اللي هي المواي تاي. إذا كانت المواي تاي أكثر رياضة في القتال الواقف، أشمل رياضة في القتال الواقف، كنأسسوها تقريبا على المواي تاي على 50-50. ثم كندخلو معاها الديفونس ديال المصارعة ديال التيك داونات اللي هما اللي هي الخدمة ديال الام ام اي، اللي هي أشمل من المواي تاي من ناحية التيك داون ومن ناحية الاستاداج والحوايج. فاذا هي وقفه في البدايه كبادئ عندي بدء في البدايه ديال القتال ديال المواي تاي مع ستانس بوزيسيون ديال الام ام اي، ديال الام ام اي اللي كتمكنني بزاف نهبط الصخرة، كتمكنني بزاف ندافع على راسي في حاله ما كنت نتعرض لشي اسقاط. كنفتح طواكار واقف على هذه 50، نفس الدخول اللي حاطه على هذه حاطه على هذه. غير فرق ما بين الخدمة ديال المواي تاي وخدمة الام ام اي هي انني في ام ام اي تنغرك شوية على رجليا قريب الارض، من الوقف نقدر نبلوكي، نقدر نبلوك كما انني نقدر ندير سبراو بالزرب. اذا وقفت بزاف عالي اجينا صعيبة ندير سبراو وبالتالي نتعرض لديك دورات بالزرب. كودا تشوفو الارض يديا مهزوزين مونطون داخل هنايا، وهازا لابوي ديال الورانية وهادي حاطة قدام، تنورك على هذا ونورك على هذا ونورك على هذا ونورك على هذا. هذا السيستم هكا شوية هكا، هذه لاصقة هنا، هذه تقدر شوية مرة مرة تحرك في حالة ما بغيتي تهرب هكا. فإذا ما أسستي وقفة صحيحة صليبة مقادة مأسسة مزيان، كان عندك الهجوم والدفاع بارفي ممتاز.